كريم، مساء الخير. معنا اليوم نجمة من نجوم عدن، نجمة ظهرت في مجال التمثيل المسرحي والتلفزيوني. معنا اليوم النجمة الجميلة، النجمة الشابة صفاء سعيد. أهلا صفاء، كيف حالك؟ الحمد لله. شرفتين احنا اليوم بوجودك. خليك. الله يحفظك صفاء. لو قلنا بدايتك، من فين بدأت صفاء؟ والله مثلت من عام 2008 مع المخرج عمار الشعبي بأول مسرحية لي عيال مجاني، وثقناها بصنعاء. طيب كيف كانت بداية صفاء؟ يعني من اللي وجهك للتمثيل؟ كيف أجت فكرة أنك تمثلي؟ كيف توصلتي لعمر الشعبي؟ والله أني كنت أقول لجيران إحنا أنني أحب التمثيل، أحب التمثيل، فأديني عند عمر الشعبي. بعدين عمر الشعبي كان يدربني في مدرسة، كان وديني المدارس، بعدين عملت المسرحية حق عيال مجاني. طيب يعني أنا أقصد أنه من قبل ما تبدأي مع عمر الشعبي ما كانش في لك مشاركات في المدرسة، في الثانوية؟ يعني أول عمل لك كان مباشرة مع عمر الشعبي، وعملت وثق ما شاء الله. الحمد لله. من بختك يعني، يا بختك. معني أحب التمثيل. طيب العمل اللي اشتغلتي مع عمر؟ كثير عملت معه بصراحة، مثلنا حب عمى، ومثلنا عيال مجانين، وفي كنا في مسرحية بس مع كل جماهيرية. وثقت ولا بس جماهيرية؟ لا مثقتني حق عيال مجانين، أما حق بصراحة وحب عمى كان معي امتحانات ما كنتش أروح. لكن عرضت جماهيريا؟ ايه جماهيريا. وعرضتيها جماهيريا؟ كيف كان شعورك؟ حلو. رهبة ولا؟ لا تمام. مشت الأمور الحمد لله. طيب لو قلنا دراستك الآن، تدرسي أنت؟ ايه. طيب في الثانوية هل ناوية بعدين في الجامعة تواصلي في نفس المجال، أو بتخليها عبارة عن هواية وبتشتغلي أو بتدرسي شيء ثاني؟ لا قد التمثيل هو مجالي، أحب التمثيل أنا. يعني بتواصلي؟ أنا أقصد نحن نحب التمثيل، ولكن خلينا التمثيل عبارة عن هواية ومارسناها وبقت حياتنا ودراستنا في شيء ثاني. لا وحاولنا نوازن بين الاثنين، لكن أنت هل بتعملي نفس ما عملنا أو أنه ناوية شيء واصلة التمثيل؟ لا يعني ناوية إن شاء الله أنك تدرسي التمثيل. التشجيع أجي من مين صفاء؟ من أمي. أمك هي أول من شجعك؟ إيه. وحالياً؟ هي قد أمي. ما حسيتش إنه في معارضة من ال؟ يعني كذا قليل مع خالي، بس الحمد لله. شوية. مشيت الأمور. الله مالك الحمد. طيب في شيء تاني غير التمثيل صفاء؟ لا مش أحب إلا التمثيل بس. لأنه ما شاء الله أنت من عائلة فنية، يعني ما شاء الله أختك صابرين سعيد النجمة المعروفة والفنانة العزيزة يعني والزميلة العزيزة، فهي اختارت مجال الغناء. وانتي التمثيل. كمان عاد اختي دنيا يعني كان ادربها على التمثيل كمان. دنيا يعني برضو تحسي انه ما شاء الله عليها. طيب انت حاليا منضمه الى فرقه معينه صح؟ ايوه اللي هي اجيال المسرح. اجيال المسرح واللي هي مع عمر الشعبي يعني. أيوة. برضو في المخرج عمر الشعبي. كيف انت وزملائك؟ تمام في تعاون؟ أيوة. تحسي في تشجيع من؟ ايه تمام الحمد لله، في تشجيع من قبلهم. طب لو قلنا صفاء جديدك، في أعمال معي مع عمر الشعبي مع الأستاذ زيدون، بس مع الأوضاع هذه صعب إن أحد يصور. تهم لك؟ ما قدرتش يعني. طيب لا. مسلسلات ما؟ أي مع الأستاذ زيدون في معانا مسلسل حق محطاته، بس إنه صعب يقول حضرمت لي هنا مع الأوضاع هذا. فتهم لك؟ طيب ورمضان ده نشوف لك أعمال ولا؟ إن شاء الله برات رب العالمين. إن شاء الله يعني. إن شاء الله نقول نستعد مشان نفرح لكم ونقول لهم شوفوا صفاء معنا. ان شاء الله برات رب العالمين. ان شاء الله. لو قلنا طموح صفاء فين؟ ايش الى فين تشتي توصل صفاء؟ يعني ايش نخرج برا نشوف جو برا. يعني ما تحس انك هنا انظلمتي؟ اي والله العظيم. يا ما حسيتيش الا كثير. طيب وايش اللي تطمحي له بالضبط؟ يعني غير انك تخرجي برا، يعني انك في الفن، ايش اللي ممكن تقدميه؟ يعني اشتي واصل تمثيلي برا، بس الاقي من يدعمني، الاقي تشجيع من هنا، لأن بجد هنا انظلمنا مرة واحد. طيب ولو وجد تشجيع يعني في حالة إنه الحمد لله تحسن الوضع؟ الحمد لله. برضه ضروري أخرج برا، ضروري أشوف برا. عندي موضوع الموضوع برا ما رزق في التمثيل براسي هلا. طب صفاء لو تكلمنا عن أدوارك في المسرحيات، دائما تأخذي أي أدوار في المسرحيات دائما؟ هل بدأتي تأخذي أدوار الأم، أو دائما دور الطفلة، أو دور الطفلة؟ بس دلوعة أكون، يعجبني أحب أخذ مكان دلوعة. وكمان الكوميديا. لك في الكوميديا؟ ايه. ويعجبني كمان الاستاذ عيدروس عبدون بالكوميديا. اكيد طبعا حنقول له احلى تحيه للاستاذ عيدروس عبدون. ايه امانه والله العظيم. الكوميديا حقه روعه، وانا يعني
اتمنى اني اخذ جزء من حق الكوميديا شويه بس شويه. حبه 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 ودي ما شاء الله. حبه حبه بس سبحان الله كل واحد على ما اعطاه ربي موهبته. طيب يعني بالمسلسلات برضو تاخذين نفس الادوار؟ لا لا لا. اها. اخذت بمسلسل حق الاستاذ زيدون دور زوجه. حسيتي؟ ايه. كيف حسيتي؟ يعني بشراسه. قدرتي تخرجي من دور الدلوع؟ ايه. قدرتي تخرجي من دور الحمد لله. صح. طيب احب الاعمال الى قلبك. بحق صراحة حق بصراحة المسلسل حق بصراحة بصراحة ايش ايش اللي كان مميزه؟ عجبني انه بدايته يعني حزين بعدين بالنهاية حلو افتهم لك كيف؟ من حيث انه يعطيك انه كيف الناس اللي يكذبوا عليك اللي يخدعونك من اصدقائك من حتى اخوانك من اقرب الناس لك. طب صفوان احنا طبعا في فقرة شاي عدني وعشان كذا خلينا طعمك الشاي العدني حقنا اللي صلحتونه ما شاء الله صنع يدي يعني ما يحتاجش كيفه؟ الحمد لله. بس لو كنت سويته كذا قليل شاي فاقه الشاي ناقص؟ ايه الشاي ناقص خاص المره الباقيه ولا يهمك يجيب لي جنبه بيتزا وذا بكره من الصباح ان شاء الله. كلمه اخيره صفاء تحب تقولها لمن؟ اني احب اشكر الذي استضافني هنا اولها منك. الله يحفظك. اهلا وسهلا. واشكر الاخ معاد لانه هو اللي جابنا لهنا وان شاء الله نلتقي في اعمال ثانيه باذن الله ان شاء الله يا رب العالمين. صفاء احنا بجد نشكرك. نتمنى نشوفك نجمه مش على مستوى عدن. واتمنى يا رائد اتمنى انني اوقف كذا جنبك بالخشبه حقا. ان شاء الله يا رب. انا اتمنى والله بجد احنا نشجع انه وجود العناصر النسائيه لانه بجد احنا نفتقد دائما في المسرح في التلفزيون للشخصيات او العناصر النسائيه فنتمنى انه بجد نشترك انا وانت في اعمال في اقرب فرصه ان شاء الله. نشكرك نشكر تواجدك معنا اليوم. نتمنى لك التوفيق نشوفك نجمه مش على مستوى عدن بس وانما على مستوى الوطن برا. العربي ولا واخيرا ان شاء الله ان شاء الله. وهذه هديه تذكاريه من اداره برنامج هنا عدن. شكرا تتذكرين احنا فيها. نتمنى لك التوفيق. سعدنا جدا بوجودك معنا اليوم. نقول لك كل سنه وانت طيبه ونشوفك على خير ان شاء الله ونقول سلام.